وهاجي غير ثنا داوني ساي وحاد نجد داوني سان تلفزيون كدرسن وحن نكرسه هاللينا وأن جوجنا جوريجي أن كسمينه وربحين تكوساب سنيد قيس كأبهود وكما غنا مدد اللي جد جوج طبعا كسنو ما أنت هل كان أن جوجنا وحكي جرته درين فرحد يجوي كدوان كي معلومة كور هل كان أتكو أجيدين وحن أجد دونا درين كفرحد ما أنت أيوة دريميان قيس كهل كان وربحين تانو كسمينه يا أبهود ما هاد علنت يا فرحة درير كان كم وقتها آيات مت كديمركي سجالكي بشن وتيفي قدرس نور بحين كسمية قيس كان ومدة 8 سنة أي كلام غنائين أبهود أو يدي سوش سين بشي عبد الله ده يا أبو تضع هذا نجعنكم ما هايو على هالصوت ده هذا من لما قلايان قفت أم بقف عدي كرهيسو هن لسو حريرة باقاس دمغشاد ليه كدب وحا صاحيبادو كوحران دلسن تيفي اي دعاء يددال به اي لقرب جوغين قويسكن يسيدي اي اسكوهيري لهايين انكستو داد بدن اي ارنتن ددال اوغالين حدانه اللاكسكو دادك ارنتن سورقليي وحا مركاسي كميدا ساحاني حسن او قرابة ايهين اباه رير كيسا اي كلالومين او اه قفك معلومات كيسا ان كتحراعني نتيجة دانا اي كدالتاي سيدو كالي داد سوماليياد او قدم قدي دارين كعرورتن ايا سي جوكتا انو لسو حيري اي كواه او عدسان اي ان اي قيبك النقضان ساعداد دا عرورتا اي هو يادا داشي باهنتي نشي كدن مالين كدب اي سورق شي ان اي قويس كان اي اسهلان وحانا ابي عمر عبد علي الشين يري او اساغا او نبط قبا هادا او كسوغان يهي مغالادا جيجيجا اي حارونتا دولو ديغان كا سوماليدا قويس كيسانا وحا او انوشيغي ان هادا اي ديغيهين هالكا يلي راهدو بابلي وحير كدي مركي حابسيغا سعوديغا لغاسي دايي ايونا كلابتاي هالكاسي انتاس بادي قوب ايو شيغي انو او جيري عرورتا اي هو يدا داشي اي كمقن نمعو قفكن يا واي عمر عبد علي شينيرة هيا عمر أديكون قفكن متقانا ها 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 ولا لوانا قانا نمعو عرورتي ده يا أبوهد درين كمالنتي هره يا مانتا وأكل اللبو واي كرا عمر غير والله يا حاكو قدع ما بنولا بإسرائيني في عنده أبو خير أيوه في عنده أبو وانقولي ما وانقولي من أبو وانديني من إن شاء الله وانديني من أبو مرة ثانية بنركو نوي ما أبو مالين كدب سيد أوي هاي درينك هذا أيام ويدي نمعي عرور تيدا قدرو مالين هرا أبها يا عصتين هذا شو مانتي كورن درينك هاكو دواسي ده فرحة دواء ما دام أبهن هرنا واكو فرح سنة دلسن تيفي أهل إلهي الله كفر أحسن إلهي الله كفر أحسن هاي سفي عنا أغفر أحسن أنا ما دام عرورت أبهات الله إلي أدي أدى فرحة أموجي هنا دلسان تيبي وأمهد علي هنا يشغالي هذا كل وأمهد علي هنا ويا درين كاقا ما ننتي وربحنت أنا كاسي مني إيمان تكور ما أنت أدي أدى أغسيفي عنا هنا رجدة دوم هذ إن مرء مستدان إلى عيسى ها ساني هذ رجدة دينا أدي أدى أغفر أحسن عمر عبد علي الشين يره او اه ابها عرورتيسه ايه هويدد اي كلام غنايين 10 سنه او اسغونا او رمي تي في غدلسن اسغو حد جوجه مغالدا جيجيجا ايان ويديي وخا مرحله او حد كو جيره او كو قياسي كرو مغعيغا وخا لدها عمر عبد علي الشير با لدها ماركا وخان كوري درينكايغو مانتا وا درين اادو وناغسن marka ciyaalkaygi waxaan ku qulay 10 sano ka hor aan ku kala lunay waxaan ku qulay magaalada Riyadh oo waxaan ku qulay lagu qabtay anaga joogo shaqo ahaan halka maantana waxaan ku qulay alxamdulillaahi rabbil aalamiin dareenkaygu waxaan ku qulay dareen aad u wanaagsan buu ahaa boqolkiiba boqol waan faraxsanahay ciyaalkaygaasi maanta waxaan ku qulay dalsan TV ba ayaa waxaan ku qulay isku ki raadisay oo waxaan ku qulay aan isku helay الحمد لله رب العالمين ما انتو دنبان وذا شيء كي سنة إني توين يكا يربا معلو يدو دي أيوه وحن كولي إسكا عافمات قبا مركا ساسا يحيد وحن كولي أدبان وعن هاي ما انتو وحن كولي وحن كولي وا السبا أنو حقي إيجي بريي وحن كولي مع الأهل دي وحن كولي فرحة وفرح وحن كولي وحي كتيران وحن كولي وحن كولي وحن كولي لسوكو بكري
walaalahan nimca ku garab taagnaa korriimada caruurta ayaa iyaguna nala wadaagay maanta waxa ay dareemayaan. Haddanay muraadka aan lahayn aan ka gaarnay oo ilmihii aabahood la helay muddo 10 sanana naga maqnaay. Maasha Allah. Dalsan TV waxaan ka baahinay gabadhan walaasheeya nin saddex cunug oo way u dhashay ayay ka baafinay. ilaahay amuurtiisa qadarta allana waxay ku heleen muddo saddex maalmood ma haddana waxaa iska leh allaale iyo Dalton TV oo nala dadaashay oo nala qabatay hawshan iyo arintan ilaahayna la garab galay una fududeeyay si aabahood ilmahan loogu helo. waalidiinta iyo caruurtooda muddada kala maqnaa ayay tani uga dhigan tahay nabar sannado badan harsi iyo hoyaadba u diiday balse hadda ka fuqay. nimco hadda waxa ay noqotay xaas cumar dabadi waxa ay dhashay saddex caruur ah oo mid ka mid ah uu ka saqiiray. dhinaca cumar nimca kadib isaguna waxa uu yeeshay xaas hadda u haysa shan caruur ah. cumar shin yare waxa uu intii reerkiisa uu ka maqnaa uu soo noqday duqa magaalada la yiraahdo xogasha oo ka tirsan gobolka faafan ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida balse hadda waa shaqsi caadiya oo ka mid ah reerkiisa. waayahay qoyskii halkan jooga maanta waxay ka duwan tahay marxaladii ay ahayd maalmo ka hor markii halkan aan imaanaynay. maanta waxay heleen aabahood oo hadda aad arkaysaan in qadka uu ku jiro isla markaana dhammaantood uu wada arkayo. dareen ahaan waxaad ka dheehan kartaan siday u faraxsan yihiin oo waxa ay heleen aabahood. dareenkooda ayaa waxa uu yahay mid aad u sarreeya. maxamed cabdi xasan iidle, dalsan TV, muqdisho.